لون انا حميد ويا بيه يا بي ان شاء الله انت عم ابن وانا بقول بلدي ولا الهرم انتوري شنطوري يا يا محترم محترم لون انا حميد ويا بيه يا بي ان شاء الله انت عم ابن وانا بقول بلدي ولا الهرم انتوري يا شنطوري. محترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الكورة مع الشنطوري. النهاردة عندنا حلقة مختلفة جدا مميزة، طبعا مليئة بالصواريخ الشنطورية كالمعتاد. النهاردة عندنا فقرتين، الفقرة التانية هتكون فيها اتنين نجوم شباب محللين لكن هيبقوا نجوم المستقبل، اكتشاف لبرنامج الكورة مع الشنطوري. هنتكلم معاهم على كل حاجة تهمه الشارع الرياضي المصري، المستشار تركي آل الشيخ، كهربا، كابتن مصطفى يونس، الاهلي، الزمالك، شوقي غريب، والاولمبياد، واللي انت عايز تقوله كله هنقوله. الفقره الاولانيه معانا هتكون فقره جديده مع اكاديميه حلم مصر، اكاديميه المواهب. هيكون معانا فيها مدرب او صاحب الاكاديميه الكابتن علي حسان ومدرب مواليد 2002 بنادي فاروس السكندري. مساء الشنطره يا كابتن علي. مساء الورد يا منورنا ومشرفنا. مساء الورد يا كابتن احمد. كمان هيكون معانا اتنين من نجوم الشباب، نجوم المستقبل. هيكون معانا الكابتن محمد ماهر لاعب نادي المصنع الحربي مواليد 2003. مساء الشنطره يا كابتن محمد. حبيب. كمان هيكون معانا نجم تاني الكابتن علاء السعيد، نجم نادي المجد السكندري مواليد 2004. مساء الشنطره يا كابتن علاء. مساء الشنطره يا كابتن حبيبي. شرفنا كابتن علي، مشرفنا ومنورنا، وان شاء الله تكون حلقه مميزه. كابتن علي، البدايه مع حضرتك. قبل ما ابدا مع حضرتك ونتكلم عن الاكاديميه والمجهود اللي حضرتك باذله، عايز اعزي نفسي واعزي الشعب المصري في وفاه لاعب نادي الزمالك الكابتن الخلوق الله يرحمه الكابتن علاء علي. تحب تقول ايه؟ بقاء الله طبعا لاسره الكابتن علاء علي. كان انسان محترم وكان لاعب خلوق، ما حدش سمع عنه اي حاجه خالص وحشه في اي نادي هو لعب فيه، سواء في نادي الزمالك، سواء في نادي بتروجيت، في وادي دجله، ما حدش سمع منه، يعني ما صدرش منه اي الفاظ ولا اي حاجه وحشه خالص في اي نادي ولا في، بصراحه الكابتن علاء علي ربنا يرحمه يا رب ويدخله فسيح جناته وعزائنا للشعب المصري والاسره طبعا. كابتن محمد، تقولي عن وفاه الكابتن علاء علي؟ والله اول كان كابتن خلوق محترم جدا وكانت اخلاقه متواضعه، واقول له الله يرحمه وربنا يسامحه ويصبر اهله. كابتن علاء أول طبعاً كابتن علاء علي كان كابتن محترم جداً، خلوق محدش سمع عنه أي حاجة، حتى في مرضه محدش كان يعرف عنه حاجة، ما كانش حابب اللي هو يضايق حد بمرضه. بقول البقاء لله، ربنا يرحمه يا رب. كابتن علي، لو أنا بتفرج على حضرتك دلوقتي أنا عايزك تعرف نفسك للجمهور اللي ما يعرفش الكابتن علي، تقول له مين الكابتن علي؟ كابتن علي حسان، خريج كلية التربية الرياضية جامعة الأزهر، قسم الإدارة الرياضية، مدرب في نادي فاروس السكندري، صاحب اكاديميه حلم مصر مع الكابتن علي رزق والكابتن علي منصور. دي اكاديميه خاصه بينا في كفر الشيخ عندنا في مركز سيدي سالم، عضو مجلس اداره في مركز شباب سد خميس تحت السن. حاليا دلوقتي شغال في مجال التسويق. ما شاء الله كابتن علي، ما شاء الله نمسك الخشب. الله يخليك. قول لي يا كابتن علي، اكاديميه حلم مصر اللي هي موجوده في سيدي سالم كفر الشيخ، قول لي حضرتك الاكاديميه دي بقى لها قد ايه وايه اهم مميزاتها؟ الاكاديميه بقى لها حوالي دلوقتي 4 سنين. شغاله بقى لها 4 سنين، طلعت لعيبه في اسكندريه في كل انديه اسكندريه وطلعت لعيبه انديه القاهره، اخرهم لسه لاعب من اسبوعين في النادي الاهلي مولد 2004. والله حاجه ممتازه جدا، حاجه تشرف بصراحه. وطبعا الفضل كله بيرجع للكابتن علي رزق والكابتن علي منصور، دول الكباتن اللي احنا اتعلمنا معاهم وطالعين مع بعض وان شاء الله هنكمل مع بعض لمدى نهايه. كابتن محمد وكابتن علاء خريجي اكاديميه حلم مصر. كابتن محمد من الاكاديميه عندنا والكابتن علاء من الاكاديميه عندنا. كابتن محمد، بالك قد ايه كنت بتلعب في الاكاديميه؟ بقالي 3 سنين. 3 سنين؟ انت دلوقتي بتلعب في نادي المصنع الحربي. رحت عن طريق الاكاديميه. انت مواليد 2003 صح؟ مركزك ايه؟ باك رايت. يا ترى مين مثلك الاعلى؟ مثلي الاعلى احمد فتحي. احمد فتحي؟ طب ايه رايك في تدريب الكابتن علي؟ والله محترمه جدا وخلوق وبيشوف شغله وتمرينات باقصى جهد و اشكره على العمل معانا. شكلك اهلاوي يا محمد. كابتن علاء، مركزك ايه؟ عفشي مائل. انت مواليد 2004. مواليد 2004. بتلعب في نادي المجد السكندري، انت من عندنا من اسكندريه يعني. ايوه. مثلك الاعلى مين؟ تريزيجيه. تريزيجيه، انت كده احنا مش عارفين لك، انت كده محترف، مش عارفين لك انت اهلاوي ولا زملكاوي، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. زملكاوي؟ ومثلك الاعلى تريزيجيه؟ عايز اعمل منك الزملكاوي. لا عادي، لاعب محترم. ايه رايك في الكابتن علي؟ كابتن علي كابتن محترم، اخونا الكبير.
الناس كلها بتحبه، شغل محترم جدا، عامله معانا كل خير يعني. كابتن علي، انا لو عندي ابني عايز اوديه نادي، هل اوديه اكاديميه الاول ولا اروح اوديه على النادي على طول؟ ولو انا اوديه اكاديميه الاول، ايه اللي ايه اللي هيعمله الاكاديميه يساعدني يساعد ابني يعني ان هو يبقى لما يروح النادي يعمل اختبارات ينجح على طول؟ هو الاكاديميه بتتميز ان هو مثلا بيهتم بالبراعم اللي لسه ناشئ صغير خالص، بتشتغل معاه بدني، بتعده بدني بشكل كويس، بتأهله ان هو يلعب في نادي، بتعرفه الواجبات المركز اللي هو هيلعب فيه بعد كده لما يطلع مثلا يلعب على الملعب ال11 او يطلع او يلعب على السباق والكلام ده، انت بتعرفه المركز بتاعه، النواقص اللي عنده انت بتهتم بيه. قول مساء الشنطره. مساء الورد. معانا تليفون. معانا تليفون. مساء الشنطره. الو. مساء الشنطره. كابتن احمد صالح، رئيس قطاع الناشئين بنادي المجد السكندري، شرفنا ومنورنا. معلش مسهرينك يا كابتن احمد. تحت امرك يا استاذ محمد، تحياتي لحضرتك. حبيبي حضرتك من الناس المحترمه اللي الواحد بيسمع عنها سمع خير طبعا. ربنا يخليك، تحياتي لحضرتك ولاسره البرنامج، وبرنامج متميز وبيتكلم في قضايا مهمه جدا، وحاجه بصراحه حاجه تشرف. وبحيي طبعا الكابتن علي محترم، وبحيي الاولاد الصغيرين، ربنا يوفقهم ان شاء الله ويسدد خطاهم ونشوفهم نجوم مصر ان شاء الله. تحب تقول ايه يا كابتن احمد للكابتن علي؟ كابتن علي من الناس المجتهدة جدا، يمكن هو متواجد عندنا في النادي بصورة شبه يومية، راجل بصراحة مجتهد. يمكن أنا أقول حاجة، كابتن علي عينيه كويسة جدا، ودايما في النادي بيعرض علينا لعيبة كويسة، وفي لعيبة انضمت للنادي عن طريقه. أنا بشكره طبعا على اجتهاده، وبشكره إن هو اللي أنا أعرفه إن هو ساعات كمان بصراحة يعني بيصرف على الأولاد من جيبه، دي حاجة أنا بحترمها دي جدا. ومن الناس اللي هي عندها هدف في حياتها وبتشتغل عليه، وانا دايما بتشرف بكابتن علي، شخصيه محترمه، وان شاء الله باذن الله يكون في القريب العدد من المدربين الكبار ان شاء الله. ربنا يعزك. اتفضل كابتن علي. رد الكابتن احمد صالح، بصراحه ربنا من الشخصيات اللي انت تتعامل معاها بتتحب بصراحه، من مش رئيس قطاع، ده اخ كبير لينا، انا بعتبره بالنسبه لي انا اخ كبير. ومنظومه نادي المجد السكندري بدايه من الحاج اسلام الصياد رئيس النادي، الكابتن منظور، الكابتن مجدي فاضل، الكابتن يحيى فاضل، الكابتن سيد فؤاد، الكابتن خالد عبده، الكابتن جاسم النوبي، بصراحه منظومه كلها على اعلى مستوى، مش عشان ما انساش حد برضو. الناس دي كلها بصراحه بتشتغل بكل احترافيه. حتى كابتن احمد معانا. طيب كمل يا كابتن علي. البراعم ما فيش انديه في مصر بتدي بدلات وسكن ووجبات للناشئين الا نادي المجد السكندري، ما شفتش الكلام ده بصراحه غير في نادي المجد. رحب كابتن احمد رجع مره ثانيه. كابتن احمد. ايوه يا استاذ محمد، معاك يا استاذ محمد. حبيبي بقى، انا استاذنك بقى، طبعا احنا كلنا من اسكندريه، فبستاذنك ان انت تبقى تكون معانا حضرتك في حلقه طبعا، والحاج اسلام الصياد رئيس نادي المجد السكندري ده يكون شرف لينا ان شاء الله في احد الحلقات القادمه. تحت امرك يا استاذ محمد، فريق الاعداد يحدد، وانا تحت امر حضرتك، وده حاجه تشرفني يعني. حبيبي الكابتن علي هيختم ويشكر حضرتك. الكابتن احمد صالح طبعا انا بشكره على اللي هو بيعمله كله مع الولاد، سواء براعم سواء ناشئين. الراجل ده شغال بضمير، بيتعب جدا مع كل فرق القطاعات يوميا بصفه مستمره مع كل فريق، سواء 99 سواء 2001 سواء 2002، كل الفرق دايما الكابتن احمد صالح متواجد، والحاج اسلام نفسه متواجد مع كل فريق، فبشكرهم بصراحه على المنظومه اللي هم عملوها السنه دي. حبيبي يا كابتن احمد، الف شكر يا حبيبي. مش عايز شنطار عليك. كابتن محمد، نفسك تحترف؟ نفسك تروح فين؟ اروح ليفربول. مالك مكسوف ليه؟ اللي عايز يروح ليفربول لازم يبقى جامد. طبعا بتحب محمد صلاح. معجب محمد صلاح، نفسك تبقى محمد صلاح؟ ان شاء الله. بس انت باك يمين، هتبقى زي محمد صلاح ازاي؟ برضه انت يعني اخترت احمد فتحي لعيب راجل قدوه للكثير من اللي بيلعبوا كره قدم، احمد فتحي، لا اختلاف على وجود احمد فتحي على مر العصور بصراحه. انا ان شاء الله عندي حلم، وان شاء الله اوصل له، والكابتن احمد فتحي يعني ان شاء الله نفسه اكون زيه، وان شاء الله اوصل حلم ان شاء الله. يا محمد نجيبك في حلقات بعد كده وتكون نجمك عالي وتكون في نادي اكبر. كابتن علاء، نفسك تروح فين؟ نفسك تطلع بره مصر؟ لا، انا بفكر دلوقتي ازاي ابقى نجم الفريق، ان شاء الله اكون اخد ستيب باي ستيب. تمام. قول. افكر هعمل ايه مع فريقي، بعد كده افكر هعمل ايه مع منتخبي، واللي ربنا كاتبه هيكون ان شاء الله. لو اتاحت لك فرصه احتراف تحب تكون فين؟ اللي ربنا يكون كاتبه اكيد خير. انت انا بكلمك انت، لو حابب انت لو جات لك اختيار رغبه يعني تحب تروح فين؟ تطلع انجلترا، تطلع اسبانيا؟ انجلترا طبعا. انجلترا برضه عايز تروح ليفربول؟ لا، السيتي.
السيتي لسه واكل ثلاثة. حبيبي كابتن عادي، عايزك تقول لي رأيك في مراكز الشباب في الأرياف. والله مراكز الشباب دي يعني تعتبر هي اللي بتطلع معظم اللعيبة اللي بتلعب في الأندية حاليا دلوقتي، بس بصراحة مراكز الشباب دلوقتي دورها مهمة جدا. يعني مثلا هكلمك على مركز الشباب اللي هو مركز شباب سد خميس اللي احنا فيه طبعا، ودي المركز الشباب اللي اسمه محمد التهامي، الدكتور سلامة رئيس مجلس الإدارة، الناس دي شغالة بكل ضمير وبكل يعني موفرة كل حاجة في المركز. بس طبعا احنا بنناشد معالي الوزير أشرف صبحي ان هو بس يخصص لنا سور يتعمل حوالين المركز عشان خاطر يحمي الولاد الصغيرين اللي بتلعب كاراتيه واللي بتلعب كونغ فو واللي بتلعب الألعاب الفردية والكلام ده، لأن طبعا ومركز الشباب الهدف منه الأساسي ان هو بيحافظ على الشباب الصغير والناشئين والبراعم اللي طالعين دول، فمش ان انا اسيب المركز كده من غير صور وكلام من ده عرضه للمخدرات والكلام ده. فاحنا من خلال البرنامج بس بنناشد الوزير اشرف صبحي المحترم ان هو بس يخصص لنا ميزانيه لسور مركز شباب سد خميس، واحنا من خلال البرنامج بندعم طلب حضرتك وبنوجه نداء لوزير الشباب والرياضه انه يخصص اللي حضرتك طلبته بالظبط. الله يخليك كابتن علي. سريعا رايك في المنتخب الاولمبي سريعا. المنتخب الاولمبي طبعا لي اخ وزميل وصاحب الكابتن محمد صلاح، مدرب اعداد بدني مع الكابتن شوقي غريب في المنتخب الاولمبي. الراجل ده شغال بضمير، واللي انا اعرفه من داخل المعسكر بتاع المنتخب ان هم الهدف بتاعهم ان هم يكونوا في طوكيو ان شاء الله. كابتن محمد، اتفرجت بتتفرج على المنتخب الاولمبي؟ مين اللي عجبك من اللعيبه في المنتخب الاولمبي؟ رمضان صبحي. رمضان صبحي بس؟ و رمضان صبحي وابو الفتوح. ومين؟ ابو الفتوح. ابو الفتوح. وانت على مين عجبك؟ مصطفى محمد. مصطفى محمد انت زملكاوي طبعا. مساء الشنطره يا سياده القبطان بحري عميد احمد نوح مدير تنفيذي لشركه سكور لتسويق اللاعبين. مساء الشنطره يا فندم. مساء الشنطره يا حبيبي. حبيبي سياده العميد احمد نوح بنرحب بحضرتك. احمد محي سياده العميد احمد محي بنرحب بحضرتك في برنامج الكوره مع الشنطوري، ومشرفنا ومنورنا ومعلش سهران معانا بقى. لا لا ده الشرف لينا حبيبي، الشرف لينا. معانا الكابتن طبعا علي حسان مدرب نادي فاروس 2002 وصاحب اكاديميه حلم مصر، تحب تقول له ايه؟ اولا طبعا بمسي عليك وعلى الكابتن علي طبعا، والاول نحب الاول نبارك للمنتخب الاولمبي بفوزه امبارح يعني، وان شاء الله تاهله بعد كده ان شاء الله دول قبل النهائي ثم ان شاء الله الاولمبيات باذن الرحمن. وطبعا بسلم على الكابتن علي، هو احد المدربين الشباب المميزين اللي عندهم طموح، واللي ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه يبقى ليه اسم كبير في الكره المصريه. طبعا هو عامل نتائج مميزه في نادي فاروس، والكل بيشهد له بالكفاءه والاخلاق الطيبه طبعا ومعاملته الطيبه مع اللاعبين، وان هو قريب جدا من اللعيبه، وده حاليا مطلوب في مدرب الناشئين اللي هو يكون في تواصل مستمر بينه وبين اللاعبين، وفي كيمياء معينه بيقدر ان هو يسيطر بيها على اللاعبين بتوعه، بيقدر ان هو يوجههم، بيقدر يحببهم في كراجل مدرب، فيبداوا ان هم ينفذوا تعليماته عن قناعه وعن ثقه فيه، وده كلها مميزات في الكابتن علي. وان شاء الله نشوفه في الفتره اللي جايه ان شاء الله احد المدربين اللي بنقدمهم شركه سكور للكره المصريه كهديه منها للكره المصريه باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. بالتوفيق دايما، والكابتن علي هيرد على حضرتك. العميد احمد من الناس المحترمه جدا في شركه سكور، هو المدير التنفيذي للشركه، فيه العميد المهندس خير احمد والمهندس ايمن المصري والاداره ايمن دود والكابتن نبيل الدقاق، الناس دي كلها شغاله عامله منظومه كويسه جدا في اسكندريه السنه دي في مجال التسويق من خلال الشركه. الهدف بتاعهم ان هو بيسوق لعيبه داخل مصر وبيسوق لعيبه خارج مصر، فبصراحه هم بيتعاملوا مع يعني بيتعاملوا مع اللعيبه وبيتعاملوا مع الناس كلها بافضل طريقه بصراحه. سياده العميد بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله تكون موجود برضو معانا في احد الحلقات القادمه. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. يا جماعه لو معانا صور الاكاديميه وارقام تليفوناتها عشان لو حد من الجمهور حابب ان هو يتواصل مع الاكاديميه في اكاديميه حلم مصر في سيدي سالم كفر الشيخ، يا ريت تنزلها على الشاشه. محمد، مين هيبقى بطل الدوري يا محمد غير الاهلي؟ لا اكيد الاهلي. الاهلي. علاء، مين هيكون بطل الدوري؟ السنه دي هيكون صعب جدا، الدوري مفتوح المنافسه لكل فرق الدوري، ما ينفعش تحدد من اول اسبوعين او ثلاثة اسابيع مين هياخد بطل، مين هيكون بطل الدوري. المنافسه هتكون صعبه من كل الفرق، بس ان شاء الله الزمالك هياخد الدوري السنه دي. مصر هتاهل الاوبريه ان شاء الله باذن الله. محمد، مصر هتاهل الاوبريه ان شاء الله. كابتن علي، مين هيبقى بطل الدوري؟ الزمالك اكيد طبعا ان شاء الله. انت زملكاوي يا كابتن؟ اكيد طبعا. مين ان شاء الله كابتن شوقي غريب والرجاله بتوعنا قادرين ان هم ان شاء الله يكملوا المشوار ويصعدوا؟ طبعا ان شاء الله، منتخب كويس وعندهم روح بصراحه. رايك في المنتخب الاول في التجربتين اللي لعبهم مع كابتن حسام البدري؟ لا ما نقدرش نحكم دلوقتي على المنتخب من خلال الماتشات اللي هي الرسميه بقى والكلام ده،
انما الكابتن حسام طبعا مدرب كبير طبعا. لو قلت لك اختيارات الكابتن حسام انت رايح هيلعب بنسبه كام في الميه؟ يعني بنسبه 80%. كابتن محمد تابع المنتخب الاول طبعا، راضي عن كل اختيارات الكابتن حسام ولا في حاجات انت ما ماشي كويس يعني؟ حاسس ان المرحله دي هي مرحله الكابتن حسام بدري ولا انت كنت تفضل ان يبقى في مدير فني اجنبي؟ لا الكابتن حسام بدري يعني كنت اتمنى يمسك المنتخب من زمان. طبعا انت اهلاوي. كابتن علاء رايك في اختيارات الكابتن حسام، وهل كنت تفضل برضه ان يبقى مدرب وطني ولا كنت انت مع المدرب الاجنبي؟ لا هو كان طبعا مدرب وطني، كابتن حسام مدرب محترم جدا، عامل نتائج كويسه جدا مع النادي الاهلي من سنتين، اختياراته كويسه، عطى الفرصه لكل اللعيبه، عطى لعبد الله جمعه ده كان مصدوم بقاله سنه، المفروض الراجل ده كان متواجد مع الفريق من اول ما بدا يلعب، بيلعب كوره، الراجل ده محترم يعني. عندك عبد الله السعيد السنه دي، السنه اللي فاتت ما كانش داخل بالظبط. كابتن علاء رايك في الانباء اللي طالعه عن تعاقد الزمالك مع علي غزال، صفتك زملكاوي بقى؟ والله انا شايف ان الزمالك بصراحه مليان لعيبه كويسه السنه دي، بس يعني الاداره لحد الاداره الفنيه لحد دلوقتي لسه مش متظبطه، بس لكن اللعيبه في كل المراكز بصراحه على اعلى مستوى. انت مع صف مع ضم علي؟ لا 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 مش مع علي غزال. لا. طب مع عوده رؤى؟ المحمد اللي هو محمد اشرف رؤى؟ لا انا اللي اتمنى اللي هو يرجع الزمالك تاني ممكن معروف يوسف. كابتن محمد تتمنى مين لعيب نقص الاهلي انت عايزه يجي الاهلي؟ فرجاني ساسي، فرجاني ساسي بعينك. كابتن علاء شايف مين اللي الزمالك محتاجه؟ المعروف يوسف طبعا. معروف يوسف في الوقت الحالي مع عوده كهربا ولا لا؟ لا ضد. ضد عوده كهربا مع انتقاله للاهلي؟ لا طبعا. كابتن محمد مع ان كهربا يروح الاهلي ولا مع ولا ضد ان كهربا يجي الاهلي؟ اكيد الاهلي موافق يعني. انت مالكش دعوه بالاهلي، انت موافق ان كهربا يجي الاهلي؟ كابتن علي انت شايف موضوع كهربا هيروح بينا لفين؟ لا موضوع كهربا بصراحه انا شايف ان هو الاخلاق والانضباط ده رقم واحد في سواء بخصوص النادي الاهلي والزمالك، دول هم انديه القمه فلازم يكون مثل لكل الانديه. انا شايف ان الزمالك طبعا ما ينفعش يرجع كهربا في الوقت الحالي، واداره النادي الاهلي لو عايزه تمشي على الطريق اللي هم كانوا ماشيين عليه زمان برضه يصرفوا النظر عن كهربا، واللعب هيكون عبره لكل اللعيبه اللي تفكر ان هي تمشي وتسيب النادي بتاعها. كابتن علي شرفتنا ونورتنا ومساء الشنطار عليك. في نهايه بس الحلقه بحاول برضه تاني اشكر الحاج اسلام الصياد والكابتن احمد صالح والعميد احمد محي وطبعا الدكتور ايمن صقر اللي هو الراعي الرسمي لاكاديميه حلم مصر والاستاذه روان احمد صالح. شكرا كابتن. شكرا جزيلا كابتن محمد، امسح الشنطره وشرفتنا ونورتنا. اشكرك يا كابتن واشكر عيلتي وبابايا اللي واقف جنبه كده. كابتن علاء شرفتنا ونورتنا ومسح الشنطره عليك. شكرا كابتن، مسح الشنطره عليك. شكرا لكل ضيوفنا. دلوقتي هنطلع تقرير لمباراه الاولمبي ودمنهور في دوري الممتاز به من الاسبوع اللي فات، طبعا كانت معانا لكن كانت الحلقه عن نادي الاتحاد فما قدرناش، ما كانش جاهز المونتاج بتاع بتاعهم. هنطلع نشوف التقرير وبعدين نستقبل بقى ضيوفنا المحللين الشباب الجامدين قوي الاهلاوي والزملكاوي. نطلع نشوف التقرير من الاعداد الصحفي المميز محمود حسن محمد حسن، وانتظرونا نرجع مره ثانيه. اتفضل. نحن نلتقي مع نجم مصر الكابتن احمد الكاس بعد نهايه مباراه الاولمبي ودمنهور ونقول لك هارد لك يا كابتن. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. افضل مباراه للنادي الاولمبي تحت قيادتك النهارده، عملت كل حاجه في الكوره حتى الفيرود دخل الجون والكوره طلعت من العارضه، سوء حظ غريب. الحمد لله على كل شيء، دي حلاوه مباراه كره القدم في الاول والاخر. اللعيبه ما تاخرتش في اي حاجه، اللعيبه النهارده عاملين جيم كويس جدا، احنا مضيعين حوالي مثلا فوق السبع ثمان اهداف الشوط الثاني ونسجل، حتى العارضه كانت موجوده معاهم، لكن هي دي كره القدم. مبروك طبعا لفريق دمنهور، مبروك للكابتن احمد الساري وجهازه، هي دي مرات كره القدم ودي حلاوه كره القدم. مره بالنسبه لنا ان احنا نخسر، وحلاوه طبعا بالنسبه للكابتن دمنهور والكابتن احمد الساري ان هو يكسب. هي دي كره القدم في الاول والاخر، الحمد لله على كل شيء، ويا رب ان شاء الله باذن الله جاي. مش كل المباراه خسائر من وجهه نظري يا كابتن احمد، لا في مكاسب بتعملها بصرف النظر عن النتيجه، التوفيق بتاع من ربنا. هو طبعا التوفيق كله بيد ربنا سبحانه وتعالى، لكن انت بتتكلم في في في, في كيان نادي، فما قصدي كيان نادي بدك مهم انه يكسب. طبعا انا شاعر بالمراره اللي انت فيها، طبعا انت بتعمل كل حاجه وبتتعب، واللي بيشوفك في التمرين يعرف قد ايه انت بتتعب واسمك اسم كبير وبتشتغل وكلنا كل الكلام ده احنا عارفينه كجمهور ما بيشوفش، لكن انا عايزك توجه رساله لجمهور نادي الاولمبي في النادي الحديث. اولا لا انا مش بوجه، انا بشكر اولا جمهور نادي الاولمبي العظيم واعضاء المحترمين
وبشكر طبعا اداره النادي ما تاخرتش علينا باي حاجه عشان كلمه حق تتقال. اداره النادي ما تاخرتش علينا في اي شيء بامانه. اللعيبه لعيبه محترمه وعندي لعيبه مميزه. انا بوجه فعلا كلمه للاعضاء الاولمبي المحترمين واداره النادي وجمهور النادي الاولمبي. انا حزين عشانكم والله العظيم. يعني انا جيت هنا عشان خاطر كيان النادي الاولمبي، جيت هنا عشان مش عشان ان اسطر تاريخ لاحمد الكاس عشان اقول لا انا جاي هنا عشان كيان النادي الاولمبي. بعد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عمل احمد الكاس. احمد الكاس ما طلعش الا غير من خلال النادي الاولمبي. انا كنت جاي كل امال وطموحات ان اعمل حاجه كبيره جدا، والحمد لله رب العالمين. يعني اللي جيب كان بتابعنا يعرف قد ايه فعلا ان احنا كنا بنشتغل باخلاص، واشتغلنا باخلاص للنادي الاولمبي مش لحد، ما اشتغلناش لشخص، اشتغلنا للنادي الاولمبي. ف انا اسف ان انا مش هقول خيبت نظام لكم، لكن انا اسف لان انا عملت كل حاجه، اجتهدت، تعبت، لعيبه تعبت معايا، لكن في الاول والاخر في عدم توفيق. اتمنى ان شاء الله باذن الله يكون القادم افضل للنادي الاولمبي وكيان النادي الاولمبي واسم النادي الاولمبي الكبير. الله هارد لك وان شاء الله الجاي احسن ان شاء الله. يوم مبروك يا كابتن احمد بعد فوز دمنهور النهارده على الاولمبي في ملعب عز الدين يعقوب في الجوله الثالثه من دوري الدرجه الثانيه، وكده دمنهور اصبح 7 نقاط. مليون مبروك. الحمد لله رب العالمين. مكسب يعني الفوز على الاولمبي في ملعبه دي حاجه انجاز يعتبر. اللعيبه بذلوا مجهود غير عادي. فرقه الاولمبي فاجئتني، فرقه كويسه جدا، كنت متوقع ان هم اقل من كده، ولكن ادائهم غير عادي ما شاء الله. خانهم التوفيق في 3-4 لعبات كان ممكن يجوا جوان، احنا وفقنا في ان احنا جبنا هدف وحفظنا عليه. اللعيبه بذلت مجهود غير عادي. يعني اتمنى المرحله الجايه نستمر على كده، ولكن في بعض الحاجات لازم تتصلح على مستوى الاداره في النادي والتنظيمات والحاجات الماديه. ان شاء الله باذن الله تكون الفتره الجايه في طريقها للحل باذن الله. نقدر نقول فوز ضرب عصفورين بحجر واحد؟ طبعا طبعا. لا مكسب على الاولمبي دي حاجه تتحط في الحسبان على مدار السنين اللي جايه كلها. طعم الفوز حلو كمان ان انت يعني فرقه الاولمبي، انا اكتشفت ان هي فرقه كويسه قوي. كنت فاكر ان هم اقل من كده. المباراه على الاولمبي النهارده يعني كان ممكن، انا قلت لو هم بنفس المستوى الماتشين اللي فاتوا كنا ممكن نقدر نجيب جولين ثلاثه بعد الجول، لكن فوجئت لقيت فريق محترم يقدر ينافس ويرجع للمنافسه بسهوله. يعني اعتقد الكابتن احمد ساري النهارده صالح جمهور دمنهور بعد الخروج من كاس مصر؟ يعني لا، احنا كاس ما فكرناش فيه، احنا لعبنا بالاولاد الصغيرين والناس اللي هي بنجهزها. فكاس بالنسبه لنا كانت هيبقى ضغط عصبي علينا وتحط في وسط الماتشات. احنا الحمد لله بنركز في ماتشات الدوري، قدرنا ان احنا نحقق 3 مباريات ايجابيه. اتمنى ان هي تستمر ان شاء الله باذن الله. هدفك اكيد الصعود. لا لسه بدري قوي على الكلام ده. يعني احنا بنقول بنحط نفسنا في فرق المنافسه، يعني احنا عايزين نخش ونحط نفسنا في الصوره وبعد كده نفكر في المنافسه. لكن لحد نهايه الدور الاولاني انت لسه بره الموضوع خالص، مفيش حد يعرف مين اللي بينافس ومين اللي مش بينافس. لو قدرت تنهي الدور الاولاني وانت موجود في ال3 فرق الاوائل يبقى كده خلاص انت بتقول ان انت هتنافس. عشان المنافسه صعبه واستمراريتها محتاجه مجهود غير عادي من الاداره. اتمنى ان هي تتوفر في المرحله الجايه ان شاء الله. جمهور دمنهور عنده شكوى يا كابتن، ودي فرصه على الهواء ان انا بقول لحضرتك ان هو بيقول ان مجلس الاداره منع دخوله. لا هو موضوع امني بحت. انا اتكلمت مع الاداره وكلمنا مع الامن وقالوا ان هم بيحاولوا المرحله الجايه ان هم يدخلوا اجزاء من الجماهير. يعني لازم تتحل ان الجمهور دوت لما راح ورانا البلديه دخل، لما جه الاسكندريه دخل، فمش معقول ما ينفعش يخش دمنهور. لا وفي اكتر من كده بكتير كمان. ده هم اللي يعني ان هم حددوهم وقالوا لهم 50 فرد بس اللي هيخش. لو كانوا قالوا 1000 كان هتلاقي ان اكتر من كده بكتير. ولكن اتمنى المرحله الجايه ندخل فيها جمهور في ملعبنا ان شاء الله. مبروك يا كابتن احمد المحترم. اهلا بحضراتكم مره تانية بعد ما اتفرجنا على تقرير مع نجوم مصر الكبار السابقين، طبعا الكابتن احمد الكاس قيمه وقامه المدير الفني النادي الاولمبي، والكابتن احمد ساري قيمه وقامه المدير الفني النادي دمنهور. طبعا سريعا عايز اقول لحضراتكم النهارده اقيمت الجوله الرابعه من دوري الممتاز به او دوري المظالم زي ما بنحب احنا كمصريين نقول. طبعا المباراه الاولمبي النهارده حقق اول نقطه خارج ملعبه بالتعادل مع الرجاء بدون اهداف، ودي من وجهه نظري نتيجه ايجابيه لان الاولمبي اخذ اول نقطه بعد 3 هزائم متتاليه ومن الرجاء في ملعبه. اعتقد نتيجه ايجابيه ممكن تكون بدايه طوق عوده الاولمبي مره اخرى للمنافسه. دمنهور تعادل على ملعبه مع الملايه 1-1، والمنصوره والبلديه 1-1. فاركو المتالق فاز على الحمام 4-2، وديكرانس فاز على المحله 2-0. الترتيب معانا فاركو 10 نقاط وديكرانس 9، ثم العاب دمنهور 8 والمحله 7، ثم الاولمبي في المركز الاخير بنقطه واحده.
نرحب بقى بنجوم فقرتنا الكابتن احمد راشد المحلل الزملكاوي الجامد قوي، واللي هو هيكون بدايته ان شاء الله الحقيقه مع برنامج الكره مع شنطوري. مساء الشنطره مساء الفل يا باشا، مساء الفل، سعيد ان انا مع حضراتكم وسعيد ان انا مع كابتن احمد ومبسوط جدا ان انا معاكم، وبالتوفيق ان شاء الله حبيبي. كابتن احمد حاتم المحلل الاهلاوي الجامد قوي برده، واللي هيكون برده بدايته النهارده اكتشاف لبرنامج الكره مع شنطوري. ومساء الشنطره يا حبيبي. مساء الفل عليك يا استاذ محمد، وانا فرحان جدا ان حضرتك ومع احمد طبعا ان شاء الله حلقه تبقى مميزه. تعليقك سريعا على ترتيب دوري المظالمين، فرقه 10 نقاط ثم ديكيرنس 9 نقاط ثم دمنهور 8 والنادي الاولمبي في المركز الاخير بنقطه واحده. طبعا مركز النادي الاولمبي ما يليقش طبعا باسمه وكذا، كابتن احمد الكاس طبعا نجم كبير طبعا واسم كبير، وطبعا لكن النقطه اللي تعادلوا بيها او اللي خدوها من رجاء يقدروا يبنوا عليها في الفتره الجايه ويقدروا يتدرجوا الموقف ان شاء الله، لان النادي الاولمبي طبعا يعني دايما بيتم ترشيحه ان هو يصعد للدوري، مش احد سبع انديه فازوا بالدوري الممتاز. اكيد طبعا يتم ترشيحه دايما ان هو يصعد للدوري، لكن يعني المركز ده غريب جدا، وطبعا فاركه عامل مفاجاه، يعني مفاجاه طبعا، لكن نتمنى النادي الاولمبي يتطرق موقفه مره ثانيه، وان شاء الله يعني فاركه يبدا ياخد خطوات ثانيه كاسم نادي ما كانش يعني كنادي معروف قوي، مش بيتم ترشيحه كتير ان هو يصعد، لكنه عامل مفاجاه السنه دي ان شاء الله يكمل على كده. كابتن احمد راشد رايك في ترتيب فاركه 10 نقاط، ديكيرنس 9 نقاط ثم دمنهور 8 والاولمبي في المركز الاخير بنقطه واحده. الحقيقه فرقه فاركه فرقه كويسه، انا يمكن متابعها من السنه اللي فاتت دوري القسم الثاني، فرقه دايما بتحاول تطور من نفسها، فرقه ماشيه كويس، فرقه دايما من الاربعه الاوائل، لكن من قلب محب يعني لكابتن كاسو طبعا العظيم نجمنا الكبير، انا حزين على موقف نادي الاولمبي. نادي الاولمبي نادي عظيم، نادي كبير، تاريخ كبير جدا في الدوري الممتاز وفي الكره المصريه. بنتمنى التوفيق لكاسو رمزنا او واحد من اساطير نادي الزمالك، ان شاء الله باذن الله يقدر يعدل من الوضعيه، يقدر يرجع بالاولمبي لمكانه الطبيعي. الاولمبي من القامات في اسكندريه طبعا مع الاتحاد السكندري، بنتمنى لهم كل توفيق. طبعا النقطه ديت يعني مش مقياس، لسه الدوري برضو في كلام كتير، في تفاصيل كتير، لكن انا واثق في كاسو، وكاسو يقدر يطلع اللي عند اللعيبه، يقدر يطور من اللعيبه، ان شاء الله ربنا يكرمه باذن الله. توصف بكل ما هو زملكاوي. لا ده كاسو ده قلب يعني حبيبي. سؤال حلقتنا بيقول ما رايك في اداء المنتخب الاولمبي مع شوقي غريب؟ طبعا حضراتكم بتعلقوا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب صفحه الكوره مع الشنطوري، ودلوقتي هناخد اراء بعض الساده المشاهدين ونجومنا ان شاء الله في التحليل هيعلقوا على السؤال. كابتن احمد راشد اتفضل يا فندم. رايك في اداء المنتخب الاولمبي مع شوقي غريب؟ هو الكابتن شوقي غريب يعني معذور في اسلوبه، طريقه اللعب اللي لعب بيها، ناس كتير يمكن كانت مستاءة من اسلوب اللعب اللي بتلعب بثلاثة أربعة ثلاثة، يمكن هو الطريقه دي بتوحي ان مراكز قلب الدفاع والباكين عندهم مشكله كبيره في مصر، عندنا ضعف في المركزين دولت، فهو حب يعالج الموضوع دوت بوجود ليبرو واثنين ستوبر وكثافه في نص الملعب، يقدر يعمل سدادات في نص الملعب، لكن الحقيقه فقدنا الاسلوب في مباريات كتير، في مباراه مالي فقدنا اسلوب اللعب وطريقه اللعب، ما بتقدرش تمتلك الكوره، ما بتقدرش تاخد الكوره الثانيه، كانت في مشكله في مباراه مالي لولا توفيق ربنا واجاده احمد فتوح وطبعا النجم مصطفى محمد اللي هنتكلم عنه. في مباراه امبارح منتخب مصر بيتضرب من على الطرف زي ما اتكلمنا، مفيش تحولات، مفيش زي ما بيقولوا ايه، مفيش ربط بين الخطوط، اكرم توفيق بيلعب في وادي والخط الامامي بيلعب في وادي والديفنس بيلعب في وادي، مفيش تنظيم في الشوط الاول، في الشوط الثاني زي ما تقول ايه روح المصريين وال مش عارف اقولها ايه، الحماسه على تيشيرت مصر، انا بلعب في استاد القاهره وجماهير وبلعب غانا طبعا بالاسم الكبير، لا لازم اخرج ولازم اصرار رمضان صبحي ومصطفى محمد واحمد ياسر ريان لعبة كويسه جدا. التغييرات بقى اللي عملت الفارق، التغييرات اللي انقذت الكابتن شوقي غريب ده برضو بتديله شويه يعني شويه نجاح او شويه توفيق ان انت نجحت برضو باسلوبك وطريقه لعبك. حسيت ببصمه للكابتن شوقي غريب مع المنتخب؟ ما اقدرش اقول لا، منتخب مصر المنتخب الاولمبي منتخب منظم لحد ما، منتخب برضو متماسك بيلعب كره جماعيه، عنده الامكانيات
عنده لعبة كويسة، عنده لعبة عندها حلول. رمضان صبحي لعب كويس جدا، ورحمة ده فتوح نجم منتخب مصر، مصطفى محمد برضو كان عامل الجيم كويس. حتى التغييرات عبد الرحمن مجدي لازم ياخد فرصة الماتش الجاي من بداية المباراة، مع احترامي يعني لعمار حمدي. عمار حمدي لعب كويس، لكن عنده فكرة الدريبلينج واللعب الفردي كتير، ما بيلعبش على المرمى عكس عمار. عمار عنده امكانيات كويسة، بتمنى يدي فرصة لمحمد صادق، لعب كويس جدا في منطقة وسط الملعب، بيقدر يمتلك الكرة، احنا افتقدنا منطقة نص الملعب. بالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي، واظن احنا كده حطينا قدم في الاولمبياد ان شاء الله. ناخد بعض الكومنتات للساده المشاهدين معنا، ونروح للكابتن احمد حاتم يعلق لنا عليها. جهزت؟ علاء عبد الفتاح بيقول لاعبين ممتازين بدون مدرب. احمد ابراهيم بيقول ماشيين على سطر وسطر، الماتش الاول سيء والماتش الثاني رائع. حمدي خطاب بيقول بالنسبه لاداء المنتخب اداء رائع، والسبب ليس المدرب، اولا مجموعه لاعبين ممتازين ووجود الجماهير هي السبب الرئيسي في اعطاء اللاعبين الروح العاليه والاصرار على تقديم اداء مميز، وهناك جمل معينه ويحسب له التغييرات التي قام بها. وعلى العموم هذه امكانيات شوقي غريب، والجميع يعرف ذلك، وربنا يوفقهم في اللي جاي. وتحياتي لابو الشناطير، وتحياتي ليك يا استاذ حمدي. استاذ احمد محمد رمضان بيقول اداء حماسي من اللاعبين ومدرب متواضع جدا. استاذ احمد، تعليقك على اداء المنتخب، خاصة عايز اقول لك بالبلدي كده، منتخب مصر بيلعب 5-1-3-1 بالظبط. طبعا هل دي خطة من وجهة نظرك لفرقة بتلعب على ملعبها ممكن تسيطر على الكورة؟ يمكن طريقة 3-4-3 عامة اللي بيلعب بيها كابتن شوقي غريب، شوية ما فيش أندية مصرية كتير أو لعيبة مصرية بتلعب بيها في أندياتها في الدوري، وده عامل لهم مشكلة. لا دي مش 3-4-3، ساعات بتظهر 3-4-3 مشتقاتها. مشتقاتها كابتن، مشتقاتها كمشتقاتها، لكن الشكل مش موجود. حد بيلعب في نص الملعب خالص غير اكرم توفيق. الشكل بتاعه والطريقه المفروض تتنفذ بيها مش موجوده في الملعب خالص. يمكن الشوط الثاني شويه حسينا بده، اللعيبه شويه اتحررت من الضغوط شويه، ده اصرار لعيبه. مش بصمه، خلي بالك مش بصمه مدرب، ده اصرار لعيبه عايزه تعمل حاجه يعني غيرون على بلدها. نفسيا اتحررت شويه من الضغوط. طبعا رمضان كان لا اختلاف على رمضان، كان ذهنيا نفسيا عالي جدا، هو رجل مباراه طبعا. لكن حتى احنا عندنا مشاكل فنيه كتير جدا في المنتخب. المنتخب اول مباراه لا في كره هجمات بنقدر نبنيها، كلها كرات طويله وبنخسرها، حتى يعني ما فيش حتى اسلوب كرات طويله بنلعبها نقدر نكسبها، ما فيش هجمات مرتده، مش قادرين نعملها، مش قادرين نعملها. كمان عندنا مشكله في توظيف اللعيبه نفسها، يمكن صلاح محسن مش متعود اللي هو بيلعب وينج خالص. حتى في النادي الاهلي بيلعب دايما مهاجم سترايكر، بيتدرب على التدريبات بتاعه المهاجم. انت بتخسر لاعب كل مره، بنخسر لاعب. حتى يعني برضو توظيف عمار حمدي لعب كويس جدا، لكن في المكان ده مكان حساس شويه في نص الملعب جنب اكرم توفيق، مكان حساس شويه وعنده فرديه، فلو خسر الكره في المكان ده هتعمل مشكله كبيره جدا. وحتى في مباراه جانا في الشوط الاول خسر الكره اكتر مره، عملت مشكله. لكن شافوا شويه انه ممكن يعني لو موجود في التلت اللي قدام شويه ممكن يؤدي اكتر. احمد بصفتك محلل، شايف ان الافضل لمنتخب مصر انه يفضل مكمل 5-1-3-1 بمشتقاتها، وانت ما عندكش الطرفين يعني، عندك فتوح بيروح ويلعب، لكن كريم العراقي ما بيهاجمش خالص، ويمكن عرضياته كلها سيئه للغايه. هل انت شايف ان هو يفضل مكمل كده بقيه البطوله، خاصه الماتشات الجايه هتبقى اصعب، ولا الافضل انه يحط حد جنب اكرم توفيق حتى لو بيلعب 5 ورا ويبقى 2 وقدامهم 2-1، وصلاح محسن مثلا ممكن يستنى للشوط الثاني، وعمار يروح مثلا يمين، ويبقى في غنام محمد او اي حد يلعب على الدايره. لا هو انا عامه شايف الطريقه دي مش مفيده للمنتخب خالص، ومش مفيده حتى للعيبه، يعني اللعيبه حتى مش عارفه تادي بيها. يعني انا شايف احنا عندنا يعني لعيبه كويسه في مركز راس حربه، يعني في ناصر منسي، وفي مصطفى محمد، وفي احمد ياسر ريان، يعني ممكن نلعب وصلاح محسن، وحتى نحطه في كمهاجم في مركزه. ممكن نلعب 4-4-2 ونستغل نوعيه اللعيبه المميزه في مركز راس الحربه، واحنا عندنا اطراف كويسه كمان. ممكن عبد الرحمن مجدي لعيب كويس، جدا جدا، وبيقدر يشوط على الجون، ويعني عنده تاثير على الجون. رمضان صبحي نفس الكلام طبعا، فنقدر نعمل شكل شويه بالطريقه دي، نستفيد بالعدد الجيد اللي عندنا في مركز راس الحربه، واللعيبه تقدر تادي شويه بيها حتى. وكمان هنحط حد جنب اكرم توفيق ممكن يبقى بهام دفاعيه اكتر، بحيث ان احنا نسترجع كوره. بالظبط كده. وحتى لما الباكات تتقدم يكون في حد بيغطي وراهم في المساحات اللي بيسيبوها، واللعيبه ممكن تقدر تادي. لكن الطريقه اللي بيلعب طبعا كابتن شوقي غريب مش عامله شكل المنتخب خالص. شايف كابتن شوقي غريب تديله كام من 10 في الماتشين؟ يعني يمكن الماتش الاول كنا بندافع بس. تديله كام من 10؟ يعني تديله كام من 10؟ 4 من 10. 4 من 10. 4 من 10.
هناخد كمان كومنت كام كومنت كده وبعدين نروح للكابتن احمد راشد نقول له نديله كام من 10. جهز نفسك. كومنتات جاهزه. الاستاذ حسين فتحي بيقول مساء الشنطره، احلى شنطره عليك يا حسين. كابتن المنتخب في نسق تصاعدي من مباراه لاخرى واكتشاف مواهب جديده خصوصا في الهجوم بقياده مصطفى محمد واحمد ريان، ولكن يؤخذ على الكابتن شوقي طريقه اللعب خصوصا في خط الوسط والمساحات الكبيره من الدفاع والهجوم، وده طبعا اللي قاله الكابتن احمد حاتم، لانه لا يوجد غير اكرم توفيق فعليه مدركه الامر والا الحصول على البطوله والصعود لطوكيو والتوفيق ان شاء الله. الاستاذ عمر جي عبد العال بيقول اداء حلو ان شاء الله ياخدوا البطوله. كابتن احمد واضح من الناس يعني احنا كلنا متفقين ان المنتخب كسب، في روح، عندك مجموعه مميزه من اللعيبه، لكن بصمه واضحه للكابتن شوقي اعتقد وانت معايا والكابتن احمد احنا ما حسيناش بيها. بتدي له كام من 10؟ الادوات الكابتنيه اللي بتحكم على المدرب والامكانيات بتاع اللعيبه هي اللي بتجبرك تلعب بشكل ايه يعني. انت بتدي له كام من 10؟ انا ادي له 6 من 10، ما اقدرش اغسل بحقه برده كمدرب كبير وليه تاريخه كبير جدا وليه فكره، هو بينقذ موقف. هو الاطراف عندك في منتخب مصر الظاهرين عندهم مشاكل دفاعيه كتير، احمد فتوح بيطير، كريم علاء بيطير، وما عندوش امكانيه الارتداد الدفاعي، فهو بيضطر يملى مساحه نص الملعب، بيعمل كفرنج وبيعمل دفاع منطقه من نص الملعب، بيحاول يعمل كده. قد يكون امكانيات اللعيبه مش مساعده، وجود اكرم توفيق في المكان دوت بان هو يقدر يطلع بالكره دي مشكله كبيره جدا. لازم يحط لاعب جنب اكرم توفيق زي محمد صادق، زي ما انا كلمتك محمد صادق بيقدر يمتلك الكره، بيقدر يمشي الكره. مع الوقت المنتخب هيتحسن، والمباراه اللي فاتت افضل من المباراه اللي قبلها. انا مش عايز الناس بس تدوس على الكابتن شوقي، الكابتن شوقي من المدربين المحترمين وصاحب فكر كبير، انا يعني بشفق عليه. التوفيق ان شاء الله للمنتخب الاولمبي. ونخش بقى في القضيه الشائكه. اتفضل اتفرج على الصوره دي كده، قضيه المستشار تركي آل الشيخ وبيقول لك لو الكابتن الخطيب في خلال يعني حب في خلال دقيقتين هيجيب كهرباء للاهلي، انت رايك ايه في الكلام ده؟ لو حب بقى يعني. الكابتن خطيب هو كابتن تركي الشيخ، انا احاول اكون دبلوماسي شويه في الكلام. تركي الشيخ يعني بيحاول يكسب ود الاهلي في اي شيء، عايز يعني فاهم، عايز يرجع تاني للاهلي، لاحضان النادي الاهلي، فبيحاول يكسب ود الناس. انا هجيب لكم كهربا، هجيب لكم فالكاو، هجيب لكم مدرب عالمي، هجيب لكم يا سيدي. لو كهربا عايز النادي الاهلي اهلا وسهلا بكهربا. في نادي الزمالك كهربا قدم رسالته، وحش حلو كويس بمشاكله بصراعاته بخلافاته، بالتوفيق ليه خارج نادي الزمالك، تاخده في النادي الاهلي الف مرحب ليك، احنا مش محتاجين كهرباء في نادي الزمالك. كابتن احمد حاتم عايزك ترد على الكابتن احمد راشد عشان سخن، وعايزك تقول لي رايك انت مع وجود كهرباء في الاهلي وبرعايه المستشار تركي آل الشيخ. يمكن كهرباء طبعا اكيد لاعب كبير ومحدش يختلف على قدراته وامكانياته، واكيد هيكون مفيد للنادي الاهلي، لكن طبعا الطريقه اللي راحت بيها نادي الزمالك ما كانتش تليق باسمه والنادي اللي لعب فيه، واداله الفرصه واظهر قدراته ما كانش شويه طريقه كويسه، واكيد نادي جماهير نادي الزمالك معها حق انها تزعل منه. لكن طبعا النادي الاهلي طبعا يقدر يشتري كهربا من غير مساعده اي حد. كابتن احمد انت شايف ان كهربا هيفيد الاهلي؟ يعني اكيد، لكن لو التزم، لان كهربا مشكلته حتى الان هي الالتزام. طيب سؤال تاني اصعب من كهربا، شايف ان المستشار تركي آل الشيخ عودته مفيده للنادي الاهلي؟ لا، هو يعني الصلح خير اكيد طبعا، لكن عودته شويه النادي الاهلي زي الاول لا اعتقدش كده، يكون في حدود واكتر من الاول يعني في التعامل، واكيد يعني مشكلته وازمته مع النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي مش هيسمح ان ده يتكرر تاني، وحتى اداره النادي الاهلي مش هتسمح ان ده يتكرر تاني. اكيد العلاقات ما تتحسن منهم ده شيء كويس، ما حدش طبعا يقدر يختلف عليه، لكن عودته زي الاول وكدعم مادي لا ما اعتقدش ان حد هيسمح بكده. طيب هاخدك لصوره الكابتن مصطفى يونس وتصريحات غريبه وعجيبه، انا مش هقول لك هو قال ايه طبعا، انت عارف. عارف طبعا. تحب تقول ايه؟ طبعا الكابتن فتحي مبروك رد وقال ان الكابتن مصطفى يونس ابنه كان في الاهلي تقريبا في الناشئين وفشل في الاختبار 2001. فهو بيقول كده. انت كاحمد حاتم رايك ايه في تصريحات نجم كبير طبعا الكابتن مصطفى يونس؟ تتفق يعني او تختلف؟ هو نجم لعيب دولي وكابتن نادي الاهلي، تصريحاته ما كانش يعني ما تخرجش منه كنجم وكليه اسمه مصطفى يونس اللي كان لعيب كبير جدا نادي الاهلي، بس تصريحاته غريبه وما ينفعش يتقال. حتى لو في احنا بنقول حتى لو في مجاملات في النادي الاهلي او في مجاملات في اي نادي، ما كانش ينفع يقول التصريح بالطريقه دي، لان التصريح فيه اهانه وما فيهوش احترام لناديه، ما فيهوش احترام للمؤسسه والمنظومه اللي لعب فيها خالص. واكيد يعني تصريحاته برضو يعني
بتعمل نوع من العصبيه، نوع من الفتنه، لان في ساعات جمهور ساعات يعني على السوشيال ميديا بيستخدم التصريحات دي بطريقه ان هو في التحفيل، في جو التحفيل والكلام ده طبعًا. اكيد طبعا فتصريحات اكيد ما كانتش تليق باسمه وما كانش ينفع يقولها على نادي اللي لعب فيه، يعني ما كانش اكيد ينفع خالص. هاخد من كلام الكابتن احمد حاتم واروح بقى لنجم الزمالك واقول لك اتفضل يا فندم. مرحب بالكابتن مصطفى يونس في قناه الاهلي في قناه الزمالك. والله الكابتن مصطفى يونس قيمه كبيره جدا للنادي الاهلي. مبسوط طبعا انت بالاهلي. استنى بس، قيمه كبيره جدا للنادي الاهلي وخلينا متفقين ان هو يعني في فساد هنا وهنا، في فساد في النادي الاهلي ما فيش كلام، بس التناول بتاع الكلام، التناول بتاع 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 الخطاب نفسه ما يخرجش من كابتن النادي الاهلي، يخرج من شاب صغير، يخرج من لاعب ناشئ في لحظه نرفزه. لكن انت ما ينفعش تطلع تقول انا زملكاوي، انا المفروض التصريحات دي اصلا تبقى مطيراني، لكن انا التصريحات دي لو حصلت من نجم في نادي الزمالك الوضع هيبقى صعب بالنسبه لي ايا كان هو مين. لازم انت تحترم الكيان اللي انت فيه، لو انت ما احترمتش كيان فريقك مش هتحترمني، لو ما فيكش خير لفريقك مش هيبقى فيك خير ليا. برافو عليك، انت فاهمني؟ انا دي قاعدتي في حياتي، انت مالكش، ما فيكش خير ليا عمرك ما لو فيك الخير مش هيرميك الطير، فانت ما تطلعش، ما تحاولش تكسب ود حد على حساب حد او تحاول تهاجم حد بطريقه غير مباشره. ركز معايا، في طريقه غير مباشره انت بتهاجم مجلس اداره، ما بتهاجمش جمهور ولا طبعا. ولا بتنتقد قطاع ناشئين ولا بتعمل، انت بتهاجم مجلس اداره بطريقه غير مباشره، وفي نفس الوقت انا بتكلم بالحق وبالصح. في تدخلات بتحصل، في حاجات بتعدي بسبب الحاجات دي، انا معاك، لكن ما اطلعش اقول بالصيغه دي، انا كده بهين المصري، النساء المصريين كلهم، والدتي ووالدتك، كل اللي بيودي ولاده اختبارات اصبح كده. انا عاتب عليه الكابتن مصطفى من النجوم الكبار اللي انا بحبهم، حتى في كلاعب انا يمكن سمعت والدي كان لاعب قصاده فتره من فترات، والدي كان لاعب كبير طبعا، كان لاعب قصاده وبتاع، لكن هو تصريح غير موفق يعني. طيب هناخدك بقى بره الجو الدراماتيكي ده ونخش على الكره العالميه، وشفت ازاي فوز ليفربول على مانشستر سيتي 3-1، وهل الدوري الانجليزي نقدر نقول كده انتهى؟ مفيش حد يقدر يقول ان الدوري الانجليزي انتهى. 9 بونت كانوا 7 بونت الموسم اللي فات، ومانشستر سيتي خدت البطوله. عايز اقول لك ان مفيش فريق في العالم دلوقتي بكل امانه، مفيش فريق في العالم يقدر يجاري ليفربول، مفيش فريق يقدر يلعب ريتم عالي قدام ليفربول، مفيش فريق يقدر يلعب لعب بطول الملعب ويفتح الملعب ويفتح المساحات قدام ليفربول. ليفربول من الفرق اللي بتدافع قدام كويس وبتعمل بلوكات في نص الملعب وبتضغط وبتاخد الكره الثانيه، وعندها سرعات وعندها امكانيات لعيبه، عندها فيرمينيو، عندها محمد صلاح، عندها ساديو ماني، ما فيش اخطر من كده. اعتقد ان ليفربول الاقوى في العالم هذا الموسم. كابتن احمد حاتم، رايك في فوز ليفربول على مانشستر سيتي؟ اكيد طبعا. شايف برضه ان الموضوع انتهى كده ولا لسه الدوري فيه كتير؟ اكيد هو انا شايف ان يعني ليفربول قدر يحسم الدوري بنسبه 50%، لانه حتى هو يعني السنه دي اقوى من الموسم اللي فات، ومانشستر سيتي اداؤه السنه دي وشكله السنه دي اقل من الموسم اللي فات. لكن طبعا يعني دي كلها توقعات، ممكن ليفربول يخسر 3 ماتشات والامور والسيتي يرجع يتدارك موقفه ثاني، لكن احنا بنقول من مؤشرات ومن حاجات بنشوفها. يمكن كلوب في الماتش لعب اكتر حاجه بيجيدها الفريق الضغط والهجمات المرتده، اكتر حاجه بيجيدها خاصه ان هو عنده صلاح وماني، يعني من اسرع اللعيبه في العالم ومن اسرع اللعيبه اللي بتقدر تسجل اهداف. يمكن محمد صلاح سجل هدف من فرصتين على المرمى، وماني سجل هدف من فرصه واحده على المرمى، وكلوب كان اذكى واوقع شويه في الماتش، قدر ان هو في اول ربع ساعه يسجل هدفين وبعدين قرر يدافع. لكن الدفاع ده مش خوف، لكنه عشان يكسب، علشان يقدر يضمن النتيجه. وكلوب كان عامل شكل كويس جدا لحد اخر يعني لحد الدقيقه 80 مثلا، لما مانشستر سيتي لما قدر يسجل هدف شويه اداؤه يعني نقول تحسن. لكن جوارديولا طبعا خسر الماتش من حيث التكتيك وما حضرش الماتش كويس، حتى التشكيل بتاعه كان خاطئ، يعني البدايه بجندوجان واصراره عليه حتى نهايه المباراه غريب برضو، عدم استخدامه حتى فرناندو كمدافع، هو لعب وسط ملعب مدافع اكيد، حتى استخدامه حتى للتبديلات خالص، لعب مركز بمركز، خروج اجويرو ونزول فيسوس. متفق معايا خالص، مفيش اي ليفربول عنده مشكله كبيره اللي هي مفيش بديل، قد فعلا يدفع ثمنها غاليا فعلا. حتى في محمد صلاح لما بيتصاب محدش بيقدر يعوض محمد صلاح من حيث نوعيته، السرعه مثلا والتاثير على المرمى، مفيش حد شويه بيعوضها. يمكن برضو شاكيري بعيد شويه اداؤه، ما قدرش يتاقلم مع الفريق.
تشامبرلين شويه برضه لما رجع من الاصابه لسه بياخد خطوات عقبال ما يرجع لمستواه تاني، لكن الحكايه دي برضه هتعمل مشكله ليفربول في الماتشات اللي على شهر 3 وشهر 4، الماتشات الحاسمه اكتر. بالظبط، ممكن يحصل اصابات، ممكن يحصل اجهاد، يعني ممكن تعمل لهم مشكله. لكن ليفربول لو قدر يحسم الدوري بدري شويه هيرتاح اكيد. كابتن احمد راشد، نادي الاتحاد السكندري السنه دي شكل مختلف، مش بس في الكوره يعني، في الباسكت خد بطوله عربيه، في الكوره لولا الماتش وادي دجله والاخطاء التحكيميه الغير متعمده من وجهه نظري كان ممكن الاتحاد السكندري اللي احنا قاعدين دلوقتي يكون متصدر الدوري. رايك ايه؟ نادي الاتحاد طبعا البطوله العربيه كمان ماشي كويس، قلعت الكوره في اسكندريه. نادي الاتحاد نادي عظيم، من النادي المقربين طبعا لقلوب كل الزملكاويه نادي الاتحاد. برضو احنا دايما بنشوف نادي الاتحاد في المربع الذهبي، ده مكانه الطبيعي، وبيحارب على البطولات وبيلعب على البطولات، يلعب على بطوله الكاس. يمكن هو مخرج الزمالك من البطوله العربيه الموسم اللي فات، وكان كان ماشي كويس بشكل كويس. انا بتمنى التوفيق لنادي الاتحاد. نادي الاتحاد مكانه الطبيعي في الاربعه الكبار. نادي الاتحاد عنده لعيبه كويسه جدا، عنده خبرات، عنده يعني عنده مزيج بين الخبرات وبين اللعيبه الصغيره في السن. ان شاء الله بالتوفيق لنادي الاتحاد في الفتره الجايه وبالتوفيق. كابتن احمد راشد، رايك ايه في اتحاد السكندري هذا الموسم؟ يمكن اتحاد السكندري الموسم اللي فات عمل نتائج جيده جدا في البطوله العربيه، وحتى الموسم ده هم هدفهم ان هم ياخدوا البطوله العربيه، ووصلوا لمرحله جيده في البطوله. ولو الاتحاد السكندري قدر فعلا ياخد البطوله العربيه، وان كنت شايفه شيء صعب، لكنه برضو في ميزه ليهم في البطوله العربيه، ان الانديه اللي موجوده في البطوله العربيه بتنافس على بطولات تانية اهم من البطوله العربيه، فشويه بيلعبوا باللعيبه البدلاء. فممكن يكون ده، يمكن السنه اللي فاتت الترجي خرج امام الاتحاد السكندري اللي كان بيلعبوا باللعيبه البدلاء، فده ممكن يدي الاتحاد ميزه ان هم يقدر يوصل حتى المباراه النهائيه، وحتى الجوائز الماليه في البطوله دي يعني هتنقل الاتحاد نقله تانية. واستاذ محمد مسلحة يعني مش مؤثر مع الاتحاد في اي حاجه من حيث الصفقات، بيدعم بلعبه كويسه جدا من الاهلي من الزمالك، وحتى الان يعني الاتحاد عنده ميزانيه كويسه ويقدر ياخد مركز رابع وثالث كمان. سريعا، مع ولا ضد عوده عمرو ورده للمنتخب؟ يمكن عمرو ورده عنده مشاكل نفسه في ادائه. لا طبعا حاليا لا. كابتن احمد راشد، مع وجود عمرو ورده في المنتخب مره ثانيه ولا لا؟ في بدائل افضل من عمرو ورده في مصر، في الدوري المصري في بدائل، مش هتكلم على الاهلي ولا الزمالك ولا اقول لك افراد في الاهلي والزمالك، في لعيبه اكتر اقناعا من عمرو ورده. عمرو ورده ما بيقدمش الكره اللي تؤهله يلعب في منتخب مصر، مع انه لاعب محترف، مع انه لاعب بعيدا عن مشكلته، يعني انا ما بتكلمش عن مشكلته ولا مشاكله الشخصيه، لكن انا عمرو ورده ما بحسنيش ان هو بيقدم جديد في الكوره. كابتن احمد راشد، مساء الشنطره، شرفتنا. الله يخليك، انا الشرف لينا والله. كابتن احمد حاتم، مساء الشنطره، شرفتنا ونورتنا، وحلقه جميله. بنشكركم اعزائي المشاهدين، يا رب نكون قدمنا لكم حلقه مميزه. وفقراتنا خلصت، لازم ومهم وضروري تنتظروا الحلقه الجايه من برنامج الكوره مع الشنطوري الثلاثاء القادم الثانيه 12 مساء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.